خلينا كده ممكن نحاول نبدأ. أنا بعت لكم المحاضرة نفسها أو الليكتشر توست عامة. أنا اسمي نور عبد الحميد، مش عارفة حد يعرفني فيكم ولا لأ، بس أعتقد لأ، ما درستلكوش قبل كده. يعني ممكن أبقى قديمة بالنسبة لكم شوية. يعني زي ما انا قلت لكم، يعني اللاب ده هيبقى مينلي، اعتقد سامعيني صح؟ اه يا باشمهندس، سامعين حضرتك. تمام. طيب فاللاب ده مينلي يعني هنتعرض، يعني مجهزين شوية تاسكات كده وتقعدوا تحلوها، والتاسكات دي هتقابلكوا او هتراجع لكم على شوية كونسبتس احنا قابلناها قبل كده في الاو بي، عشان دي اللي هنخبط فيها في الداتا ستراكشر. زي الاو بي بيزك كونسبت، عندك الـ عندك الكونستراكتور، الاوبريتور اوفرلودنج، ايه هو الاوبجكت، ايه هو الكلاس، ايه هو الاشياء الجميلة دي، ونتعرض على الانهيرتنس والبوليمورفيزم وكده. فالتاسكات دي عايزين لما نيجي نحلها هنتعرض شوية لحاجات زي اللي انا قلتها كده، inheritance او public والprivate inheritance والmultiple inheritance و upcasting والdowncasting وشوية الكلام العظيم ده. فاحنا عايزين نعمل ايه؟ عايزين السيشن دي تمشي كالتالي. هنمشي تاسك تاسك. هديكم مثلا ربع ساعة مثلا تحلوها، ولو وانتوا شغالين في حد قابلته مشكلة أو عنده أسئلة، هو أنا المفروض أعمل إيه، هو أنا عندي مشكلة ما وإحنا بنحلها وأنا بحلها مش عارف أعملها إزاي، عادي جدا هشير السكرين بتاعتك ونبدأ نحل سوا ونفهم إيه الحاجة اللي واقعة مننا، بحيث إن إحنا يعدي الأسبوع ده لحد الأسبوع الجاي يبقى احنا بالنسبة لنا الأسئلة دي كلها تكونوا انتوا حليتوها بإيديكم وكسرتوا النوليدج بتاعة المشاكل اللي احنا كنا ممكن نتعرض لها أو الحاجات اللي هي القديمة اللي احنا شفناها. يعني غالبا أول تاسك أو السيشن دي، عشان احنا في رمضان طبعا السيشن نفسها اوريدي قليلة، هي ساعة، فما أظنش إن احنا هنقعد نلحق نكفر كل الأسئلة دي. فاحنا ممكن نختار منها سؤال او اتنين، دول اللي نركز عليهم نعملهم ونحاول نستخلص منهم الاسئله اللي احنا عايزينها، وبعدين الباقي يعني ده اللي انا هاخد عليها الدرجات التاسك. لو اللاب ده اتقرر عليه درجات هاخدها على التاسك دي بس، بحيث ان هي هتخلص ودن ساعه. غير كده بقى يعني انا انصحكم ان بقيه الاسئله بتاعت اللاب او التاسكات دي تحلوها انتوا، ولو في أي مشاكل ترجعوا لي، أنا كاتبة الإيميل بتاعي، فأي مشاكل فيها ممكن نتفق يعني على ميعاد معين كأوفيس أورز أو واتيفر الميعاد اللي يبقى مناسبنا، وأشوف المشاكل اللي معاكم ونقعد نكسرها. يعني مش لازم وذين الله تقولي أنا حاولت بكذا كذا كذا ووصلت للنقطة دي ودورت عملت كذا، فأنا مش فاهم النقطة دي بتيجي إزاي، أو في كونفليكت ما في الكونسبت أنا مش فاهمه، أو أنا ككودينج مش عارف اوصل للنقطة دي ازاي، اللي انا فاهمه عملت كذا وكذا بس مش عارف اربط الاثنين ببعض. ساعتها ممكن اسكادول معاكم عادي ميتنج اونلاين عادي زي ده، ونشوف المشاكل اللي قابلت كل واحد، يعني لو في حد استق في الحاجات دي. بس مينلي ممكن اللاب ده نحل تاسكية واحدة عشان هي ساعة واحدة، وكمان هنقعد نراجع شوية لو في التاسك دي مشاكل كتير هنراجع على شوية كونسبتس، فما اظنش ان احنا هنقدر نكفر كل اللاب. تمام، جميل كده، متفقين؟ تمام يا باشمهندس. في حد عنده كده اي اسئلة او بيبريفير ان اللاب يمشي بطريقة مختلفة؟ ما اعتبر الصمت اكسبتنس. ماشي. يعني انا مش عايزه اللاب ده يبقى هو من طريق واحد هو رايح جاي، يعني اللاب ده خصوصا اللاب ده هو mainly based عليكم انتوا اللي هتشتغلوا، وانا همونيتور الدنيا ماشيه ازاي،
اشوف الدنيا شغاله صح جميله في كونسبت حتى لو تافه. يعني بص انا في اللاب ده انا بقبل اي اسئله تافهه. ليه؟ لان احنا بنعتبر ان احنا بنراجع، حتى لو هو يعني ايه الفرق ما بين الاوبجكت والكلاس، هو انا ازاي بقول الاوبجكت مع اكسبت عادي، بحيث ان احنا يعدي علينا الاسبوع ده يبقى احنا كسرنا او راجعنا او شفنا الدنيا عامله ازاي وراجعنا لو فيه، بحيث ان احنا بنيجي نخش في الداتا ستراكشر ما يبقاش عندنا مشاكل كتير. تمام. طيب عايزه اسال سؤال، هو عشان بس في جدول جديد ظهر فغالبا يعني الجروبز اللي معايا دلوقتي مش هتبقى نفس الجروبز بعدين، فانتوا الجروبز دلوقتي اللي حاضره تقريبا جروبز ايه وايه وايه؟ هو احنا الجروب اللي هو كان الصبح لو الساعة 8؟ اه جميل. لا يبقى انتوا لسه معايا. طيب في جروبز تانية؟ في حد تاني غير الجروب بتاع الصبح الساعة 8؟ في جروب كان الساعة 11 تقريبا، استنيتوا تقريبا ما حدش جه، او يعني اكشولي يعني الرسالة وصلت متأخر، انا متوقع ان ما حدش لحق يجي يعني. وفي الجروب اللي هو كان تقريبا من 4 ل 5 ونص ولا حاجه كده، ففي حد من الجروبين دول؟ اوكي تمام. طيب اوكي طيب خلينا، طب في حد عايز كونسبت معين يتشرح من قبل ما نيجي نبدا اي تاسكات؟ هو ممكن بس يا باشمهندسة البوليمورفيزم يعني ممكن يكون هو أصعب حاجة كانت الترم اللي فات أصلا. جميل ماشي، خليني أحاول بطريقة أخرى. طب ثانية كده أحاول أستخدم سلايدز يعني عشان تساعدني. طيب خلينا نعمل حاجة لطيفة. طيب انا دخلت من جهاز تاني. ماشي، انا هعمل شير وتعالوا نناقش شوية حاجات. طيب ايه اللي احنا عايزينه بالظبط؟ سامعيني صح كده؟ مصر انت ذاكر الفندس. جميل. بس خلينا نبدأ قصة اللايف تايم بتاعت البوليمورفيزم. هي ايه مشكلتكم دلوقتي مع البوليمورفيزم، او ايه اللي انتوا مش مستوعبينه في البوليمورفيزم، او ايه اللي انتوا عارفينه ممكن؟
هو بداية كتابته هو إن هو يعني كذا كذا شيء، لما يكون مثلا في اسمه كلاس بينهرت من كلاس تاني، فممكن كأن في functions بيتعمل لها، لما بيتعمل لها كول بتعمل وظيفة تانية في الكلاس التاني اللي هو inherited منه حلو. من الكلاس الأول. فالكونسبت نفسه هو اللي مش واضح، احنا ليه بنعمل الفانكشن دي، ولا المشكلة في السنتكس؟ لا ممكن كود، كود ذات نفسه. كسنتكس يعني. اه سنتكس. تمام. طيب انا برضو هراجع مراجعة بسيطة على الكونسبت نفسه، وبعدين نراجع على الكود، نراجع على الكود يعني احنا بنكتبه ازاي، والسي بلس بلس يعني بتبريفير انها تتكتب ازاي. المفروض ان احنا عندنا كاوبجكت، بما اننا او بي عندنا اي اوبجكت ليه شويه ايه بروبرتيز. جميل. البروبرتيز دي انا كاوبجكت ليا ستيت، فانا محتفظه بالبروبرتيز دي. فانا لو عايزه حد او عايزه ديزاين، هو ايه الكلاس تايب والاوبجكت، ايه الفرق ما بينهم؟ الكلاس هو اللي زي البلو برينت للاوبجكت، هو اللي هو يعني احنا بنقول الاوبجكت ده هيطلع شكله ازاي وبنعمل منه كلاس الله ينور عشان لو عليك، استخدمناه كذا مرة. الله ينور عليك. هو ده معناه ان ده التمبلت، معناها ايه؟ ده المخطط. يعني عارف لما احنا بنيجي نعمل بيت كده، فانا بقول المخطط بتاعي هنا في الاوضه، هنا في الحمام، هنا في المطبخ، فده المخطط بتاع الشقه اللي هاجي ابنيها بعد كده. فبس لما اجي، بس ده على ورق، ده ملوش قيمه، ده مش موجود كحاجه اساسيه. انما الاوبجكت هو شيء ما اوريدي انا عملت له ايه، عملت منه انستنس، يعني عملت منه حاجة فعلا صاحية وعايشة وهكذا. طيب فالاوبجكتس عندنا دلوقتي هي بتبقى اوبجكت من النوع اللي هو المخطط اللي احنا عملناه ده، وبس مع شوية بروبرتيز ايه اللي هي بنغيرها. يعني هنا لون البيت ده احمر، بس لون البيت ده اصفر، لون البيت ده طوله ضعف مساحته مثلا هنا، مساحته هنا ضعف مساحته هنا، وهكذا. جميل. ده البيت ده في المهندسين، البيت ده في 6 اكتوبر، وهكذا. طيب ده الفرق ما بين الكلاس وما بين الاوبجكت. طيب لو انا عايزه المخطط ده اعمل منه مخطط شبهه بالظبط، بس انا مش عايزه اقعد ارسم كل ده تاني، انا عايزه اقول بس ان هو المخطط ده اضافه عليه شويه حاجات بسيطه طفيفه، فكنا بنعمل منه ايه؟ inheritance، صح؟ فالinheritance ده انا كنت بقول هو نفس المخطط، بس ايه attach الدوكيمنت كده معاه، كأن ممكن نقول كده يعني ان احنا بنعمل attach الدوكيمنت معاه بشوية المواصفات الجديدة عليه. تمام. فنقول ايه ان هنا بس، لا هنا كان في أوضة واحدة، هنا بقى في two rooms مثلا. مثلا ده كده ايه، انا بعمل inheritance. ميرسي. طيب ايه بقى البوليمورفيزم؟ خلينا ناخد المثال المشهور اللي هو بتاع ان احنا عندنا شيب، والشيب ده تفاصيله ان هو عنده width و height وايه ومعرفش تفاصيل تاني، بس الشيب ده نفسه مربع ولا مكعب ولا الدنيا، يعني هو مربع ولا مكعب، مكعب هزود له depth، هو radius فالwidth والهايت هم هم سوري هو مربع فالهم الاثنين متشابهين الwidth والهايت، وهكذا يعني. ففي اشياء كتير. فخلينا نعمل ادي الشيب ده الكلاس بتاعتي اللي انا هروح انهرت منه مين شويه شيبس تاني، زي سيركل، وكلاس تانية اللي هي مين المربع، او خليها تريانجل يعني، عمل ريكتانجل سوري. حلو كده. جميل. انا لما عملت حاجه زي كده، ده بقى ليه مواصفات عن ده زياده، وده ليه مواصفات عن ده زياده. حلو. الفانكشناليتي اللي كانت موجوده هنا وانا عايزه اعدلها هنا بتبقى اسمها ايه؟ يعني انا في هنا فانكشن بتقول انا بعمل حاجه معينه، او لما باجي اريسايز، او لما باجي اعمل درو بدرو بطريقه، وهنا انا عايز ادرو تاني نفس الفانكشناليتي دي
بس بطريقة تانية بimplementation مختلف. الطريقة دي اسمها ايه؟ هي دي الـ overriding. overriding. طيب ماشي حلو. طيب جميل. طيب فين بقى البوليمورفيزم؟ او احنا نقدر نعمل بوليمورفيزم على اساس ايه؟ افترض دلوقتي ان انا عندي array of shape، ده array of shapes، والشيبس دي انا مش عارفه هما ايه وازاي وفين ومين وامتى والكلام الحلو ده. حلو. فانا عندي array منهم، هو مجموعه بس كل واحد من نوع معين، يعني كلهم شيب بس ده عنده properties أزيد من ده، ده عنده properties، أو الفانكشن لما أجي أنزيها أنزيها من واحد غير التاني وهكذا. حلو. فأنا لما أجي أقول إن أنا عندي الـ array of shape ده عنده two objects مثلا، أول واحد فيه كان rectangle والتاني كان circle وبعديه كان واحد circle وبعد كده واحد كان تاني كان rectangle، ده الـ array بتاعي. تمام. حلو. فأنا اي فانكشن من دول كانت دي او دي كنت بعرفها فين؟ كنت بعرفها في الـ يعني المفروض ان انا بعرفها في الكومبايل تايم، وانا بكومبايل ازاي بعرف انا ريكتانجل ولا سيركل؟ صح. يعني اصلا انا لو هقول اوبجكت من سيركل، لو الاوبجكت ده من نوع سيركل، فانا عرفت الكونستراكتور بتاعه واتعمل لي حاجه اسمها فيرتشوال تيبل، والفيرتشوال تيبل ده بيقول لي خلاص انا عرفت الفانكشن دي فين، والفانكشن دي فين من ناحيه الكود. يعني ارجعكم ورا سنه شويه، هو احنا الكومبايليشن بيحصل ازاي؟ حد عارف؟ حد عارف الكومبايليشن بيحصل ازاي، او احنا بنعمل الاي اكس اي ده ازاي اصلا؟ حد عنده اي هنت؟ طيب ممكن اجو ثرو الحته دي. المفروض ان احنا عندنا شويه كود لاينز عاديه عشان تتحول لاي اكس اي ويشتغل، في حد بيروح يمسك ده ويعمل له ترانزليشن يترجمه. حلو. وبعد ما يعمل له ترانزليشن ويفهم ايه الحوار، هيلاقي ان انا عندي ايه شويه كومبوننتس، مش عندي ملف واحد، انا عندي ملفات، او حتى الملف بقول له هاش انكلود السي بي بي ولا هاش انكلود الانبوت اوتبوت، الستاندرد بتاع الانبوت اوتبوت، هات الهاش انكلود مش عارفه مين، فانا بلينك على شويه ملفات تانية. طب هو عارف يترجم كل ملف لوحده، طب وبقيه الملفات بقى اللي يعني انا هنا بقول له انا عايز افهم، انا عايز ان على فكره الاوبجكت ده هو اللي جاي لي من الملف التاني. فبعد حته الترانزليشن ده او الكومبايليشن بيجي حته مرحله اسمها لينكينج. اللينكينج دي بتعمل ايه؟ انا بلينك الملفات مع بعضيها، وبعد ما بلينكهم بيطلع معايا اللي هو ايه الاي اكس اي. جميل كده. حلو. فانا في مرحله الكومبايليشن دي، او خلينا انا في مرحله اللينكينج دي، بيبقى معايا باينري. صح. الباينري ده بقى بيشتغل ازاي؟ لو انتوا معرفش انتوا خدتوا يعني حد كلمكم قبل كده عن حاجه اسمها اسمبلي، اسمبلي دي لغه في النص كده يعني، بس يعني anyway الفكره فيها ايه؟ ان انا لما باجي اشغل الكود ده بيبقى عباره عن حاجه زي كده، بقول له على فكره انا هنا كان الراجل طالب مني فانكشن معين، الفانكشن دي عبارة عن set of codes. صح. set of codes دي ألاقيها فين؟ أدور عليها فين؟ أجيبها منين؟ يعني فين الكود ده؟ في حاجة اسمها draw، بس draw دي أنا مش عارفة هي فين. فاللي بيحصل إن في اللينكينج في الكومبايليشن يعني عامة، اللينك ده او الفانكشن دي بيعرف الكود بتاعها فين، بيعرفها لما بيجي يعمل كومبايليشن في الاول، يعني قبل ما اجي اشتغل.
طيب هو هيعرفه ازاي؟ هيروح يقول انا عندي انا عندي الكلاس اللي هي شيب عندها فانكشن، اهي الفانكشن دي اللي انا هروح اخدها. طيب لو انا كان عندي الاوبجكت من سيركل، فانا عارفه ايه ده، في فانكشن اسمها درو هناك، فانا عارف ان درو دي هروح اجيبها من الملف اللي اسمه درو هنا، مش الملف اللي اسمه شيب. ايه ده، انا عندي ريكتانجل، فدرو دي بتاعه الريكتانجل، فانا عارف ان ده جاي من الفانكشن او الملف اللي بتاع ريكتانجل. تمام كده، حلو. بس انا بقى في الران تايم، which is دي بقى فكره البوليمورفيزم، انا عايزه ابني سيناريو ان انا ما اعرفش اصلا الداتا اللي موجوده دي ممكن تكون ايه، لان ده بيحصل له كرييت فين؟ في الران تايم، مش ستاتيك. انا ما بعرفوش في الكومبايليشن من الاول، انا مش عارفاه من البدايه، لا ده انا بعد ما اشغل الابليكيشن ويشتغل في الران تايم ممكن اكريت الاوبجكت ده. فالاوبجكت ده دلوقتي مش عارف فين الملف اصلا اللي يروح، يعني حته ان انا اعرف فين الملف او فين السيت اوف كود او الفانكشن دي، هي الكود موجود في الملف ده ولا الموجود في الملف ده ولا هنا، مش هيعرف يعرف. فحته الاستاتيك لينكينج دي اللي كانت بتحصل في المرحله الاولانيه دي ما بقتش موجوده. فالبوليمورفيز بيقول لك انا عايز الحته دي تبقى دايناميك. دايناميك يعني ايه؟ يعني انا عندي شويه سيت اوف رولز، عندي اول حاجه بوينتر، حاجه هتحصل في الران تايم، ففي حاجه لسه هنعرفها في الران تايم ده اولا، فانا لسه مش عارفاها. الحته بتاعت اللي هي اللي في الران تايم دي يقول لي في الران تايم، يعني انا هعمل حسابي ان انا هعمل الفانكشن دي لما تيجي تناديها هعملها حاجه، هحطها في الفيرتشوال تيبل. الفيرتشوال تيبل ده تيبل كده بيشوف الفانكشنز محطوطه فين بالظبط، جميل، الاندكس بتاعها فين، يعني نط عند السطر الكام بالظبط عشان الاقي الكود واكسكيوته. فبيقول لي الفيرتشوال تيبل ده بيحط عنده حاجه، يروح يقول له على فكره لسه الفاليو دي هيحصل لها اساين فين، في الران تايم، جميل، بس خدها لحد دلوقتي ان هي مين، انها مثلا الشيء اللي هو البيرنت. طيب لما اجي بقى في الران تايم اشغله والاوبجكت ده اروح اقول له الاوبجكت ده مثلا اللي هو شيب، هو الشيب ده بوينتر صح، اروح اقول له شيب، او المفروض ان ده بوينتر، بوينتر، فاقول له شيب بوينتر ده عنده ايه، عنده ايه، عنده شيب بوينتر اوفر 4، فيبقى انا كده مثلا عندي 4 شيبس لسه كل واحد فيهم بوينتر ما اعرفش هو مين، وقلت له شيب اوف الزيرو، انا عايزه اول اوبجكت يبقى بيساوي نيو سيركل، فده معناه ان انا خلاص بقى الاوبجكت ده او الاوبجكت ده، خلينا اقول واحد عشان تبقى ماشيه على مع الرسم، ان الاوبجكت الاولاني ده خلاص انا عرفت دلوقتي هو اوبجكت بيشاور على مين. فالفيرتشوال تيبل ده يقول له انت هنا مش امبيجوس، انت مش عارف انت الكود بتاعك فين، انا عرفت خلاص لما قال لي نيو، وده كله بيحصل فين، في الران تايم. فهيروح يوصل المكان ده بالمكان اللي هو فين، اللي فيه الفايل ده بس. فحته البوليمورفيز اساسها ان انا وانا بلينك فين الكود، او انا اعرف اساس الكود ايه بالظبط، بيحصل في الران تايم. طيب ده هيأثر على ايه يعني في الكود، عشان كده بنقعد ساعات نقعد نكتب ايه في الكود، لما نيجي هطلع لكم كده الدوكيومنتيشن واحنا بنراجع على البوليمورفيزم بيتعمل ازاي يعني ككودنج، ان احنا لازم في شروط كده لازم تتعمل، ان لازم يكون الاوبجكت اصلا بوليمورفيزم، يعني يحصل في الران تايم، مش هسيبته في الاستاتيك، في الاستاتيك تايم، وفي الاخر اروح اقول له ايه، لا ما هو انا عايزاك المفروض تبقى فاهم، لا ما انا مش هفهم، لان انا ما حصلليش كرييشن في الران تايم، او بمعنى اصح وانا بكرييت الفيرتشوال تيبل ده ما حدش قال لي ان الفاليو دي لسه هيحصل لها سيتنج قدام في الران تايم. فلو ما حصلش كده البوليمورفيزم مش هيشتغل. وحاجات زي دي يعني مثلا عشان اعمل فيرتشوال تيبل ده لازم اكتب كلمه فيرتشوال قبل الكلمة، قبل الفانكشن أو قبل الحاجة اللي أنا هستخدمها، وهكذا. تمام، فخلينا كده
نسيف الأشياء دي عشان غالبا هنحتاجها بعد شوية عشان الميتنج هيخلص وهنخش تاني هنا. ماشي، فكده احنا فهمنا او استوعبنا فكرة البوليمورفيزم. اصلا الخطوة اللي بعديها هنخش على السنتكس بقى بتاعه. ففي حد عنده اي مشاكل في اخر دقيقة دي؟ في حاجة هنا مش واضحة؟ ما تتكسفوش، كلمه عادي. لا تمام يا باشمهندس، كل حاجة واضحة. جميل. طيب ناخد البريك الدقيقة دي لحد ما حد ما نيجي نخش الميتنج تاني.